خلينا نروح بس هعرض لك شوية صور واخد منهم من حضرتك تعليق عليهم. اوكي. أول صورة محمد سامي. ماذا تقولين لمحمد سامي؟ من عبر هذا المنبر. الإحراج ده مش إحراج. أولا هتختاري تكلمي محمد سامي مخرج ولا محمد سامي زوج؟ انا بالنسبه لي الاثنين واحد بصراحه، لان انا يمكن محمد انا وهو صحاب من زمان، واحنا لحد دلوقتي صحاب، يمكن احنا اكتر من ان احنا متجوزين، احنا بيست فريندز، فبنقعد نتكلم كتير وبنحكي لبعض كتير. هو حاجه هاتوا لنا صوره محمد سامي تاني يا جماعه عشان يسمعنا واحنا بنتكلم. لا، عايزه اقول له، عايزة أكيد يعني أشكره إن هو دايما بيقف جنبي، وإن يمكن هو مختلف شوية عن شوية الرجالة في المجتمع العربي، مش بيحبوا يشوفوا مراتاتهم ناجحة قوي أو مش بيسندوهم قوي في الحتة دي. محمد مختلف قوي في الموضوع ده، إن هو دايما بيساعدني ودايما بيبقى عايز ننجح ودايما بيبسط لي أكتر ما أنا ببسط. شيء جميل، ربنا يديمها نعمة يا رب.